وي باك شباب، معكم ياسر من قناة ياسر ستوديو. واليوم شباب عدنا لكم، كيف اقول لكم، خبر على حسب عنوان الفيديو او صورة الفيديو. انتو فهمتوا انه لو فهم في ناس فهموا اني راح اسحب. لا ما راح اسحب، بس الصراحة مش مصدق اني يا شباب. ندخل مباشرة في صلب الموضوع احسن. يب يلا نبتدي. اوكي شباب، نبتدي باول شيء هو بدايتنا في اليوتيوب. اوكي، كل يعرف اني بديت من عام في اليوتيوب، عام تقريبا عام ونص كذا، من سنة 2019 فتحت القناة، فتحتها عشان انيميشن وكذا نسلي الناس كذا. بس يا شباب مر عام كامل وصلت بس 817، وانا مقتنع اني يعني كيف اقوله اني وصلت كذا. انا سعيد يعني انه لو في بس شخص واحد بس بيتابع المقطع راح اكون سعيد، يعني ليش لا، لانه في حد يقدر التعب. بس ان شاء الله، بس والله كلكم تقدرون تعبي ومشكور. بس متسأل شي واحد يا حبيبي، ليش كل مقطع مدخل مقطع الاقي ديسلايك واحد على الاقل؟ ليش؟ والله ما ادري ليش، بس يلا عادي يعني اسحب عليه. ندخل في موضوعنا المهم، هو شباب تيك توك. ياب شباب، التيك توك في هاي الايام ما ادري كيف قررت اني افتح قناة، عشان واحد صديقي قال لي ليش ما تجرب تفتح قناة. وكمان خبر سيء شوي، اني لقيت واحد سرق مقطعي وحطها على التيك توك. قلت في نفسي ليش ما افتح قناة على التيك توك واقول كذا يعني زي الامور. بس اللي صدمني انه ما يقولون انه يعني كيف، ما يقولون صاحب المقطع او شي، لا يقولون مباشرة انهم صمموه. في بعضهم يعني يحطون روابط قناتي، واشكرهم على هذا فيدعموني في اليوتيوب وترتفع القناة اكثر. لكن في بعضهم ما يحط، ونظرا اني شفت شوي في اليوتيوب سارقين شوي مقاطع، فقررت اني اعمل شيء وهو اني اضيف علامة مائية كذا، يعني عشان يعرفون ان المقطع مالتي، يعني علامة مائية تبين انه مالتي المقطع. خلينا من سالفة هاي الامور ونرجع للتيك توك. مش مصدق اني فتحت تيك توك تقريبا من يومين، بس وصلت عدد يعني مش متوقع اني وصلته في حياتي، حتى في اليوتيوب وما توقعت اني اوصل كذا 1000، وما توقعت اني بوصلها. بس الصراحة يعني الناس دعمتني كثير في التيك توك، يعني كل ما ادخل الاقي 99 رسالة. اسحبنا من الكلام ده، بس الصراحة ما ادري لو اسحب من اليوتيوب واروح التيك توك، والله ما ادري. بس شكلي بستمر على اليوتيوب، بس والله ما ادري، بس طلع لي ان التيك توك احسن من اليوتيوب بكثير. و ما ادري ايش اقولكم كمان، بس اتكلم عن سالفة التيك توك وسالفة سرقة المقاطع واليوتيوب، ولو استمر ولو مستمر. اوكي انا بستمر في اليوتيوب، بس طارئ خبر، خبر مهم مهم مهم، اني راح اسحب. سوري، بسحب بعد بكرة، بسحب وما راح انزل لغاية ما ادري، عشان دروس واشياء وكذا يعني سخافات. فاتمنى انكم تتابعوني على الانستغرام، وتدخلون سيرفر الديسكورد، وكمان تابعوني على تيك توك، وتضغطون زر الاشتراك اللي لونه احمر، تعرفونه ما في شيء الا هو لونه احمر، وتضغطون لايك وتسوون كومنت حلو عشان شوي تحفيز وكذا وامور. وكان معكم ياسر ستوديو، شكرا على المشاهده.